تخيل لو عندك مليون درهم، الحين تحس انك علي بابا وانفتح قدامك الكنز. امامك دربين، في الدرب الاول عشت الحياه اللي تتمناها ولكن ضيعت راس المال فتقعد ملوما محسوره، اما الدرب الثاني حافظت على راس مالك وادمته، يعني خليته دوم موجود، بالعكس قاعد تنمي فيه، وهذه هي الاستدامه. وهذه كلمه وايد نسمعها في حياتنا، وبعد صار لها انواع، استدامه زراعيه، استدامه اجتماعيه، واستدامه ماليه، واستدامه صحيه، وتنميه مستدامه، بس شو علاقه هذا المصطلح بحياتنا؟ وليش هالكثر يؤثر بمستقبلنا؟ مثل ما في راس مال مادي، كذلك في راس مال طبيعي، وهو كل شيء في الطبيعه يدعم حياتنا، التربه الخصبه، والمياه العذبه، والموارد المعدنيه، والغابات، والاكسجين، وغير هالكثير. فالاستدامة هني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للبيئة هي استخدام الموارد الطبيعية حولنا عشان نلبي احتياجاتنا، ولكن بدون ما نجر على حق الأجيال القادمة فيها. يعني تخيلوا ياي مناخ متقلب عنيف وتلوث يسببك في دخول المستشفى بسبب التهابات الرئة، وارتفاع في منسوب المحيطات يتسبب في غرق سواحل بلادك. ممكن نمط حياتك ما يأثر عليك الحين، لكن تخيل حالك بعد 30 سنة، هل هذا المستقبل اللي تتمناه لنفسك؟ عشان شي أهم تحدي في موضوع الاستدامة إنه مجهود جماعي مشترك ويتوقف علينا كلنا، أو مثل ما يقولون يد وحدة ما تصفق. وعشان نكون واقعيين، الموضوع يبدا بسن القوانين وتطبيق المبادرات المستدامه اللي تنظم استخدام الموارد في كل بلد. وخلني اقول لك ان الامارات كانت من اوائل الدول السباقه في مجال الاستدامه، وعندها خطط مستقبليه واضحه لتحقيقها. خذ مثلا اماره دبي، عندها استراتيجيه دقيقه للتحول الى مدينه مستدامه خلال 27 سنه، ومن خلال هالاستراتيجيه راح تتمكن من انتاج 75% من احتياجنا من الطاقه باستخدام مصادر نظيفة بحلول عام 2050. ولكن أكيد الموضوع مو مجرد كلام بالهوى أو أهداف وهمية، لأن الجانب العملي هو الأهم. وخلني أعرفك على مجموعة من المبادرات اتخذتها دبي لتحقيق الاستدامة. حديقة محمد بن راشد للطاقة الشمسية أكبر حديقة موجودة في موقع واحد في العالم، وتهدف لإنتاج 5000 ميجا واط عند اكتمالها بحلول عام 2030، وهذا يعني أنها راح تساهم في تخفيض 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون في الإمارات سنوياً، وهذا يعادل ابعاد حوالي 1,300,000 سياره من نوع SUV من الطرق. تتخيلون؟ وترى الموضوع ما يتوقف على اليه انتاج الطاقه، لان نمط الحياه السكاني يلعب دور مهم في تحقيق الاستدامه. ولهذا السبب انشات دبي المدينه المستدامه، وهي مدينه سكنيه ذكيه مساحتها تزيد عن 5 ملايين قدم مربع. جميع المنازل فيها مزوده بجدران عازله للحفاظ على الطاقه ودرجه الحراره. يتراوح معدل توليد الطاقه في كل منزل بين 25 و30 كيلو واط في الساعه من خلال الواح الطاقه الشمسيه الموجوده على سطح كل منزل. والحلو في الموضوع ان في عام 2017 تمكنت المدينه المستدامه من تخفيض الانبعاثات الضاره للارض بنسبه 6500 طن، وهالشيء يعادل ابعاد 670 سياره من نوع SUV من الطرق لمده عام كامل. واذا كنت سامع عن معرض اكسبو 2020 في دبي أو يدك الفرصة تزوره من قبل، فهو بالأساس قائم على الاستدامة، وخلال مرحلة بناءه وتشغيله ساهم بتخفيض الانبعاثات الكربونية الضارة بنسبة 10%. والسبب في هذا كان طريقة البناء المستدامة في المعرض، فكانت النتيجة 123 مبنى في المعرض حصلوا على تقييم ليد للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، ومن بينها 105 مباني حصلت على ليد الذهبي. هذا عدا عن تحويل 87% من إجمالي نفايات المعرض بعيدا عن مكب النفايات من خلال إعادة التدوير والاستخدام، و 56% من الرحلات من وإلى المعرض كانت من خلال وسائط نقل مشتركة ومستدامة مثل مترو دبي وخدمة حافلات إكسبو. لو عجبك الموضوع اليوم، تابع الحلقات الجاية على قنوات أكاديمية الإعلام الجديد.